السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ أم التوأم. اليوم إن شاء الله هنحضر معكم الخبز بطريقتي الخاصة، كنتمنى تعجبكم وتطبقوها إن شاء الله. إذا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. في المقادير عندنا هنا زلافة ديال الفورس، وعندنا هنا جوج زلايف او جود الطيسان، دقيق بنخالته، نخلطو هاد الطحين مع بعضو. عندنا هنا ملعقة صغيرة ديال الملحة، نص ملعقة من السكر، ملعقة كبيرة ديال الخميرة سريعة الذوبان، ودابا أول حاجة غندوبو هاد الخميرة مع السكر، ودابا نخلطو كلشي مع بعضو. وتكون العجينة رخوة شيئا ما. صافي، دابا غنجمعو العجينة، دابا نخليو العجينة وناخدو حشوية ديال الزيت البلدية وندهنو بها الوجه. بهاد الطريقة هادي دابا نخليوها حتى تختمر وتذوبل في الشكل ديالها، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. وقبل هذا الشيء كنغطيوها بواحد بلاستيك فيلم اليمونتير باش تخمرنا دغيا، لان دابا الحال بارد. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. بعد ما خمرت لينا العجينة بهذا الشكل هذا، نفسقو يدينا بشويه ديال الماء ونخرجوا الهواء اللي كاين في هذا الخبز، في هذه العجينه. بهذه الطريقه
وغنديروا بها كريسات صغار بالطريقه هذه. ونديروها في النخاله. اولا نديروها في هاد الزرادع اللي عندنا هنايا، يعني اللي بغيتو تقرصوها فيه ديروه، سواء السميده ولا النخاله ولا هاد الزرادع اللي عندي شاريهم من ميركادونا بهاد الطريقه هادي. غنحطوهم في الصينيه خليهم يرتاحوا واحد شويه عاد نسرحوهم. من بعد ما قرصنا الخبيزات بهذه الطريقه هذه، دابا غادي ندقوا عليهم واحد شويه بهذه الطريقه هذه غير شويه، خليهم غلاضين ما غلاضين ما رقاقين بهذه الطريقه هذه. دابا من بعد ما قرصنا هاد الخبيزات هادو غنخليهم يخمروا يطلعوا واحد شويه، وعاد ملي نجي نطيبهم غنوريكم طريقه الطياب ديالو ان شاء الله. دابا نغطيوهم باش يخمروا لينا واحد شويه ونلتقاو بعد قليل ان شاء الله. دابا خمر لينا الخبز بهذه الطريقه هادي باش نعرفوا باش خمر ولا لا، غير كنوركو عليه باليد وكيطلع. دابا ان شاء الله يا ربي غادي نشعلوا العافيه على نار قويه حتى يسخن لينا الفران، وعاد ندخلوا فيه الخبز يطيب من تحت، ومن بعد نشعلوا له من فوق يطيب من فوق ان شاء الله يا ربي. من بعد نوريكم الشكل النهائي للخبز ديالنا هذا النهار ان شاء الله. الخبز ديالنا ها هو طاب، ودابا ان شاء الله نفتح لكم جوج الخبزات باش تشوفوا كيفاش كيجي. كيجي رائع ومفشفش، شفتوا ها؟ وكيما بغيتي تشكليه تشكليه، يعني ما كيجي معجن ما كيجي قاسح، كيجي رطب بشكل فوق ما تصور. ها كيجي مفشفش من داخل، وحتى هذه نحلكم وحده منها باش تشوفوها كيجي ها كيجي رطب 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 رطب. ها كنتمنى ان الوصفه اليوم ديال الخبز تنال الاعجاب ديالكم، وفي فرصه اخرى ان شاء الله ووصفه اخرى ان شاء الله. وفي امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.